الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لقد تم اليوم بحمد الله المصادقة على قانون المالية 2022، والذي يعتبر الآلية العملياتية لتطبيق برنامج عمل الحكومة النابع من برنامج السيد رئيس الجمهورية ونقاطه 54. وأنا شاكر للأخوات والإخوة النواب الفضليات والأفاضل، وعلى رأسهم السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني، على مستوى النقاشات وعلى مستوى الالتزام الوطني الذي ساد هذه النقاشات، والذي سمح لنا بالولوج إلى مختلف المواد التي جاء بها هذا القانون وإثرائها في بعضها، وتقبل كل الانتقادات التي جاءت من طرف أعضاء المجلس الشعبي الوطني. وطبعا أنتم تعلمون بأن هذا القانون جاء بحزمة من إجراءات سوف تسمح بالانتعاش الاقتصادي والدفع بعجلة التنمية وعجلة الاستثمار من خلال الآليات ومن خلال الإجراءات المتخذة لدعم القطاع الفلاحي والقطاع الصناعي وكل القطاعات التي سوف تكون روافد للانتعاش الاقتصادي وللعجلة الاقتصادية الوطنية، كما تضمن عدة إجراءات تسمح بتكريس طبعا التوجه الاجتماعي للدولة. فهذا التوجه المكرس بمبادئ نوفمبر طبعا، والذي دعمته الدولة وما زالت تدعمه الدولة من خلال توجيه ومن خلال رصد مبالغ هامة ومبالغ عظيمة بالنسبة لدعم الفئات الهشة والفئات المتوسطة في قانون المالية 2022. وبالنسبة لسياسة الدعم، كما قلته سابقا، فإن سياسة الدعم الدولة للفئات الهشة وللطبقة المتوسطة ما زالت وسوف تتواصل، ونزعت دعما هذه الفئات يعتبر محرما لدينا. فالجهاز المؤسس في قانون المالية 2022، هذا الجهاز سوف يعيد النظر في سياسة الدعم بحيث يوجه الأموال المرصودة إلى أهلها وإلى أصحابها الحقيقيين والعائلات التي تحتاج هذا الدعم من خلال مقاربة جديدة وآليات سوف يعمل هذا الجهاز على وضعها. من جهة أخرى، وإذ نهنئ أنفسنا على المصادقة على هذا القانون، يسرني أن طبعا أن أقول لكم بأنه سوف تتبعه قوانين أخرى كقانون الاستثمار وقانون الصفقات العمومية وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهي أساسيات بالنسبة لعمل الحكومة وبالنسبة لإعطاء النموذج الاقتصادي الجديد للجزائر كل وهجه وكل بعده ومصداقيته. فهنيئا لنا جميعا على هذه المصادقة، وفقنا الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.